متابعينا الكرام، في تحديات وإثارة هذا السن سن الفطامين، انطلاقة سليمة لآخر أشواط صباح هذا اليوم من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان الدستور أحد أفرع المرموم. انطلاقة أيضا هذا الشوط مع هذه التحديات المثيرة والانطلاقات الرائعة. تواقة من قادة المجموعة لسالم سعيد بن كاسب المسافري، تليها مع المركز الثاني من الجانب الآخر راح هناك الشاهينية، هذا بسلطان بن متعب الغفري مع المركز الثاني، وأرى القدوم من مشهورة لراشد بن سعيد بن سعيد بن راشد الشهواني، من بدأ أيضا يتابع انطلاقة مشهورة ورابع التحديات. مشاهدينا متابعينا الكرام، الجميلية لسعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن لنا عودة مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة والشاهنية اللي انطلقت بالصدارة، انطلقت بالمقدمة هذا بالسلطان بن متعب الغفري، متابعاً منطلقا مع الشاهنية، ولكن مشهورة لراشد بن سعيد بن سعيد بن راشد الشهواني أيضا مع المركز الثاني، مع المركز الثاني. التحديات رائعة والانطلاقات مثيرة والكوكبة ثنائية على مقدمة هذا الشوط، والصراع الصراع ما بين مشهورة ما بين الشاهنية، الشاهنية ومشهورة، واللحظات الأخيرة والانطلاقة الأخيرة، ولكن الشاهنية بدأت تتسلل في هذه اللحظات وتستعيد الحقوق المنهوبة بهذا الشعار، شعار هذا بالسلطان بن متعب الغفري. اللحظات اللحظات الأخيرة، تهانينا تهانينا لمالك الشاهنية سلطان، هذا بالسلطان بن متعب الغفري على فوز الشاهنية بالمركز الأول، ولحظات الوصول لحظات الوصول إلى خط النهاية. تهانينا لهادم بالسلطان بن متعب الغفري على فوز الشاهنية بالمركز الأول، لحظات وصولها واغترابها من خط النهاية بدون أي منافس. المركز الثاني مشهورة لراشد بن سعيد بن سعيد بن راشد الشهواني، والبقية من حين الأعضاء خط النهاية.